في المباراة التي جمعت نادي أسد بنادي الريان تألق الثنائي الجزائري بغداد بونجاح وياسين إبراهيمي في المباراة، وتمكن بغداد بونجاح من تسجيل هدف جميل في الدقيقة 54 لتصبح النتيجة تشير إلى التعادل بنتيجة 2-2. دقائق فقط بعدها رد لاعب بورتو السابق ياسين إبراهيمي على بونجاح بتقديم الأسيست لزميله الذي سجل الهدف الثالث قبل أن يعود ويسجل الهدف الرابع لفريقه الريان بطريقة جميلة. وتقتضن الشباك خطا كبير من سعد الدوسري بعد كرة، لكن شوف الساحر الجزائري ده بيعمل ايه، شوف الساحر ايه واقف فين وعامل ايه، وزيزو يصوب. اسماعيل سوريا سوريا، هو ده سوريا، هو ده سوريا، هكذا عرفنا ابن الجزائر ابن الخضراء ينجح ينجح بالفعل ابن الجزائر في احراز الهدف، هدف واي هدف، رباعية واي رباعية، شوف القوة شوف الاصرار شوف التحدي، ياسين يقول ما في حد قال لي عدى ومروا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الاعجاب اذا اردت انت طبعا، واذا لم تريد فهذا يبقى رأيك الذي احترمه.